باين بنتي وتحكمت ب20 عام. قولي كيفاش كدوزي النهار ديالك هنايا وكيفاش بعدا، قولي لي بعدا السبب اللي كيفاش درتي حتى دخلتي البنت ديالك هنايا وكيفاش عطاوك الام. دخلت حامله في عمري في كاشي شهرين عند البنت ديالي، دخلت ولدتها في السجن نيت وبقات معايا، ودابا كيقربها كتقرا مزيان كتخرج على برا كيتهلاو فيها زعما تلعب هادي مزيانه هنايا. شحال عندها البنت ديالك؟ بنتي دابا عندها 4 سنين و 4 شهور. كدوز النهار ديالها عادي هنايا، ما كت زعما ما كاينش الفرق ما بينها وما بين، ما كتحسش باللي راه حتى هي في مؤسسه؟ لا ما كتخليناش المدير نحسوا بشي حاجه زعما ناقصه ولا اي حاجه، كتجيبهم كتجيب انا تجيب اي حاجه اللي بغا يعني مفرحانه زعما صراحه الله يسهل عليها. كيفاش كدوزي النهار ديالك انت وبنتك هنايا؟ مزيان واخا بنا واخا ايوا مزيان، ولكن ما كاينش احسن من الحريه. الحريه شي حاجه كبيره نيت. وكيفاش شنو الحاجه اللي شنو كيفاش كدوزي النهار ديالك؟ شنو كديري ملي كتفيقي حتى كتعشي؟ واش كاينين شي حاجه كتمشي للسونتر مثلا حتى انت مع الاخرينات ولا؟ انا السونتر كندير الزابي صافي، وكنجي كنوجد لبنتي ما تاكل هادي كنعومها صافي، وكنعاوتاني في الصباح كنفيق كنوجدها كنصيفطها للمدرسه حتى كتجي، كنمشي للسونتر عاوتاني حتى كنسالي ونجي. وقعت في محاربه الاميه ونجحت، ما كنتش قايه كاع نيت كنكتب. شحال شنو المستوى اللي خديتي؟ خديت الشهاده في واحد اليوم، في واحد اليوم كان نهار معلوم، زاني غاب وبوم، في هيئة وجه قبيح ومدموم، وهداني شوك في مشموم، شوك حامل هم مسموم، وقال لي غترجع ضعيف ومعدوم، ومن ولادك محروم، وغترما في البحر وما تعرفش تعوم، غترما في البحر وما تعرفش تعوم، وراه كلامي واضح ومفهوم، ومن ذاك اليوم طالي نعاسي ومشالي النوم، وتبدل حالي ورجعت عبد مهموم، فجا ذاك النهار المعلوم بقيت وحيد والحزن عليا يحوم، وتسدوا عليا بيبان بسواس وزكروم، وبديت نعاتب فراسي واللوم، ووجهت وجهي للسما وشفت رعاد وغيوم، وبقيت نقلب على حريتي ما بين نجوم، وجا الشيطان المرجوم قال لي نصاحي وخلدي في النوم، الحرية عمرك ما تشوفيها من اليوم، وبان لي الأمال ومسح لي وجهي من الهموم، وقال لي ما تكونش بنادم مصدوم، راه كاين عفو الرحمن الحي القيوم، لازم يجي يوم ويحضر الفرج والحرية حيت هاد الحال ما عاديش يدوم. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.